تعالوا بقى نشوف هنحرك اللفندي ده بشكل متصل ازاي. طبعا احنا نسينا حاجة مهمة قوي، تمام، اللي هي ان احنا ما دخلناش التكست معانا في الموضوع، فاحنا هندخل التكست معانا في الموضوع بالشكل. تعالوا الاول نعمل كي فريم، نروح للبلين افكتور ونروح للكووردز او تمام، ونضغط على حرف البي عشان نعلمه، ونضغط كنترول ونحط كي فريم، نزود دول نخليهم مثلا وليكن 360 فريم، يعني عشان ناخد راحتنا شويه في الانيميشن. وطبعا هما بيجوا ونقول 100 فريم مثلا، نكون جبنا الدنيا كلها هنا، وكنترول وكليك. تعالوا نشوف الحركه، يعني انا اعتقد ان هي اسرع من كده. لو خدنا دي حطيناها في الفريم رقم 60 مثلا، وجينا عملنا تمام مظبوطة، نروح بس للكاميرا نبص عليها. جميل، خلي بالكم ان في انيميشن للكاميرا بس خفيف قوي، يعني في انيميشن للكاميرا بس خفيف شوية. طيب تعالوا نعمل انيميشن للكاميرا بالمرة عشان ما اخسرش الكاميرا. انا عايز اجي ليه هنا كده مثلا عند فريم 60، واحط كي فريم لكل البارامترز بتاعت الكاميرا. خلاص، بس الاول البروتكشن ده اشيله عشان اقدر احركها مظبوط، والت متاسف كنترول واحط كي فريم هنا، واجي هنا كده. اعتقد ان انا هنزل بالكاميرا لتحت شويه، طبعا اسلكت ممكن كده مثلا، اشوف بس الانيميشن عامل ازاي. حط كي فريم للكاميرا، اعتقد برضو ان هي الكاميرا يتعمل لها زوم اوت شويه كده بالشكل ده، ونحط كي فريم هنا تاني. تمام، لكن في حاجة ان الكاميرا تنزل تحت شوية. هناخد الكاميرا تحت كده ونلفها، نسلك خلي بالك سلكت الفراكتشر ولف عشان يبقى هو محور اللف بتاعك او محور الارتكاز بتاعك، واروح للكاميرا واغير البوزيشن كي فريم. اعتقد ان هي كده مظبوطة. تمام، من هنا لغاية مثلا نقول الفريم 140 مثلا، يعني الكاميرا هتعمل زوم اوت لجوه كده، وهننزل بيها بس تحت شوية علشان ناخد نفس الحركة اللي الكاميرا عملتها في الفيديو. نعمل بقى بلاي ونشوف. تمام، مفيش اي مشكلة خالص. فاضل بقى ان احنا نفرق دول عن بعضهم عشان يدخلوا ورا بعض، وتعالوا نشوف الترتيب بتاعنا صح ولا غلط. اولا الترتيب هيفرق اوي في السينما يا جماعة، يعني انا عايز الاول الحلقة الاوتر وبعد الانر وبعدين السيركل اللي جوه اللي هي الكور وبعدين التكست. يبقى انا بالترتيب هقول له عندي في الاول في الفراكتشر اوبجكت عندي الاوتر، بعد الاوتر عندي الانر، بعد الانر عندي الكور، وبعد الكور عندي التكست. تمام، بالمنظر ده كده زي ما انتم شايفين الترتيب بالظبط، دخلوا ورا بعض زي ما انا عايز. لكن افرقهم عن بعض ازاي؟ عشان تفرقهم عن بعض في عندنا افكتور تاني اسمه راندوم افكتور. راندوم افكتور هيأثر على كل دول، كل واحد على حده. طبعا كل الافكتورات وكل الاوبجكتات دي تم شرحها في الكورس بالتفصيل الممل، كل واحد فيهم بصراحه عايز له قعده. فهروح ل راندوم افكتور، وعلشان الراندوم افكتور ياثر على الفراكتشر اوبجكت هروح لافكتورز في الفراكتشر اوبجكت واسحب الراندوم افكتور احطه تحت البلين افكتور بالشكل ده. في الراندوم افكتور هقول له لا، انا مش عايزك تاثر لي لا على اكس ولا عايزك تاثر لي على واي، انا عايزك تاثر على الزد. لو انا رفعت الزد قوي كده زي ما انتم شايفين
بيأثر على الزد بالمنظر ده كده. بصوا بقى اللي حصل، تمام؟ شفتوا اللي حصل؟ شفتوا الروتيشن، اللي حصل ده، تمام؟ ده يعني الروتيشن ده. طب ليه روتيشن ده؟ سببه ايه روتيشن؟ سببه ايه؟ طبعا هو كله رجع وقف مره واحده، ما رجعوش مكانهم تاني. ما رجعوش مكانهم تاني ليه؟ لان انا المفروض ان انا اقول للراندوم افكتور رجعهم لمكانهم تاني، تمام؟ فاذا انا محتاج ان انا احط كي فريم للسترينجز بتاع الراندوم افكتور. فهاجي هنا عند زيرو واخلي بمية، واروح عند الفريم وليكن مثلا خليها مثلا 70 بعدها بعشر فريمات، بعد الحركة ما تخلص بعشر فريمات، واخلي دي زيرو. اذا كده انا هيبقى قدامي بس، تمام؟ بقى بترجع بحركة شكلها كويس، لكن انا كل اللي انا عايزه ان انا اشوف حل للمشكلة دي. علشان احل المشكلة بتاع الافكتور ده هروح للترانسفورم سبيس بتاعت الراندوم افكتور، بدل ما هي نود هخليها اوبجكت عشان يبقى الافكتور مؤثر على بالظبط كده كده، دخلوا ورا بعض زي ما انا عايز بالظبط. طيب ممكن ازود او ممكن ازود، ممكن اخلي الزد ده بعيد شوية، ممكن اخليه مثلا 4000 ولا حاجة، بس 4000 يعني هيدخل لي دي جوه، فهروح للبلين افكتور واخلي دي مثلا سالب 5600 مثلا، يعني لا برضه لسه. طب سالب 7000 اعتقد، سالب 7500 هتبقى مظبوطة. ولو انا عملت كده هلاقيهم كلهم داخلين ورا بعض، وحلو قوي الارتداد اللي حصل ده بالشكل ده كده. في بقى حاجة ان انا ممكن اتحكم في نعومة او السموثنس بتاعت الحركة دي عن طريق الحد الفاصل اللي في النص ده. يعني بمعنى ان طول ما الاوبجكت بين الاتنين دول فهو لسه في بداية الحركة، مجرد ما بيعدي الجزء الاحمر خلاص بيبدأ يعدل نفسه. فانا عايز اعمل ايه؟ ممكن اروح للبلين افكتور واروح للفول اوف واعمل ابعد الاوفست شو، بحيث الحركة تبقى ناعمة قوي 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 في دخولها خلاص وتنتهي. شفتوا حته الدايناميك اللي حصلت في الاخر دي، تمام؟ بالظبط كده. بس انا مش عايز السموث يبقى قوي، يعني انا هو هنا بيزقهم قدام، لا انا عايزه يجذبهم له شويه كده. طيب لو انا مش عايز